سيفي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية لأصل الفئة الأولى. هنا الجولة الثالثة من التاج الثلاثي، مسافة الكلاسيكية 2400 متر، مشاركة كبيرة في هذا الشوط من الجياد من خلال 15 راس. نتابع الآن إدخال الجياد إلى بوابات الانطلاق. أبرز الترشيحات مع يزيد لأسدهم قرن، يزيد بن منجز والدهمة والمدرب البادميون والخيال الفرنسي أوليفي بيلي. ايضا ترشيحات لابراز من سلاله عامر ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني والمدرب جوليان سمارت والخيال تيو باشلو. التركيز ايضا على غزوان رغم انه لم يشارك منذ فتره من شهر اكتوبر الماضي. غزوان من سلاله عامر ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه ايضا والمدرب جوليان سمارت مع الخيال كريستيان ديميرو. نتابع الان الجياد تدخل الى بوابات الانطلاقه، يعني فعلا منافسة تكون حاضرة بين هذا المدرب البادميول الفرنسي وصل 20 سنة هنا في قطر وحقق 9 انتصارات من خلال السادة أم قرنة. دخول الجياد زاجور أيضا والمشاركة العمانية، مشاركة ثلاثية إذا للشحانية، مشاركة ثنائية لشقب ريسينج ومشاركة ثنائية للسادة أم قرن. الشعارات الكبيرة حاضرة في هذا الشوط، رقم 7 مرشح أيضا غزوان ربما يكون مرشح الثالث. عموما المدرب جوليان سمارت عنده خطة ألف وخطة باء، من سيفوز؟ الناس يرشحون خيل وفي الآخر الثاني هو من يفوز. عموما هنا رقم 7 غزوان وإبراز أيضا في البوابة، الجهة جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثامن والختام في هذا المهرجان الكبير على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية لاصل الفئة الأولى. هنا متابعة للمسافة الكلاسيكية 2400 متر، 15 راس مشارك. أبرز الترشيحات مع يزيد وإبراز وغزوان، المركز الأول والصدارة مع رقم 3 باسل للسادة مربط الشحاني والمدرب جوليان سمارت وال خيال جيبي كامبر. في ثاني المراكز فالح بغنيم يمتطي الداودية لأسادة شقب ريسينج والمدرب حسين عاشور. في ثالث المراكز يأتي غزوان من سلالة عامر ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. الجياد تمر الآن من أمام المقصورة الرئيسية، لازلنا نتابع الشحانية في الصدارة بالشعار الأزرق والأبيض إلى المركز الأول. السادة شقب ريسينج في ثاني المراكز بالشعار الرصاصي. المركز الثالث ايضا الشحانيه، متابع ايضا في المركز الرابع للاكي ساند والخيال كارلو فيوتشي. بينما نتابع هنا الصداره مره اخرى من خلال باسل والمحاوله الان والدفاع للداوديه من سلاله نظام والخيال فالح بغنيم. المركز الثاني لغزوان ومحاولة التقدم الآن. في ثالث المراكز محاولة أيضا من زاجور من السلطنة مع الخيال أنس السيابي من الجهة الخارجية. الجياد الآن تتجه نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا نتابع هنا على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة. أبرز الترشيحات يزيد هو الآن في المركز السابع، يزيد مع الخيال أوليفي بيلي وأيضا تراجع إبراز إلى المركز العاشر على ما يبدو لي. هنا الجياد تتجه نحو الانعطاف قبل الأخير بالشعارات العريقة، يندفعون إلى الأمام بالخبرات الكبيرة يتولون الزمام. هنا توجه الجياد نحو المنعطف الأخير، لازلنا نتابع هنا الداودية في الصدارة مع الخيال فالح بغنيم. مرة أخرى يظهرون هنا من خلال غزوان، متابعة من غزوان إلى المركز الأول والصدارة في الانعطاف الأخير، يبحثون عن المرور في الخط المستقيم، يتولون الأمور إلى خط النهاية يندفعون. هنا الشحانية في المركز الأول مع غزوان ويزيد ثانيا. غزوان يغزو المقدمة، غزوان يذهب إلى الصدارة، غزوان بلا منازع هو المركز الأول والمركز الثاني للشحانية. خطف الصدارة الشحانية في الأمتار الأخيرة، في اللحظات الخطيرة يظهرون، دائما يتألقون. جوليان سمارت يظهر جليا، يظهر كبيرا، يظهر متفوقا على الجميع كعادته.
إذا هو الفوز الثالث عشر للشحانية جوليان سمارت، وفي تسع سنوات أو في ثمان سنوات هنا الفوز، ستة انتصارات من تسع مشاركات لهذا المدرب الكبير. ألف مبروك إذن لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، تهانينا للمدرب جوليان سمارت. ألف مبروك للخيال كريستيان ديميرو المركز الأول بفارق مريح بعدما لم يشارك منذ أكتوبر الماضي في فرنسا، يظهر هنا قويا، يظهر جليا.